بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أود أن نتحدث بشيء من التحليل عن مقتل قاسم سليماني وردة الفعل الإيرانية. قتل قاسم سليماني كان أمرا عظيما بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط وشعوب العالم. هذا الرجل الإرهابي من الدرجة الأولى، لماذا أقدم ترامب على قتل قاسم سليماني؟ هذا سؤال كبير، والإجابة عليه ربما تكون أن الولايات المتحدة بعد مقتل المتعاقد قد قررت أن ترد على إيران بشكل مباشر، فكان ترامب أمام خيارين: إما الرد على إيران داخل الأراضي الإيرانية، وهذا يستدعي موافقة الكونغرس، أو أن يرد بطريقة تكون موازية للرد داخل إيران، داخل حدود إيران، وهي بقتل مهندس التدخلات الإيرانية في المنطقة قاسم سليماني. وتم توقيع ذلك المرسوم لقتل سليماني، والذي هو إجراء أمريكي يتبع بقانون كان يحد من الاغتيالات إلا بأمر من الرئيس الأمريكي مباشرة، وهذا ما تم. رد فعل إيران بعد ذلك هو أنها قالت سترد بشكل قاسي حازم ومؤلم على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر وأعتقد أن إيران أمام خيارين أحلاهما مر، وهي إما أن ترد، أمين إما أن لا ترد، وهذا يعطي لأمريكا الجرأة في تنفيذ ما تعتقد أو ما تخطط له من تقليم أظافر إيران في المنطقة باستهداف قادة ميليشياتها من أمثال حسن نصر الله والحوثيين والميليشيات العراقية، وهذا سيؤلم إيران كثيرا. أو أنها ترد، وهذا ليس في صالح القيادة في إيران، لأن هذا الأمر سيترتب عليه استجلاب الحرب إلى إيران، وموازين القوى ليست في صالح الملالي في طهران. فأعتقد بأن إيران ستلجأ لأسلوب ثالث، وهو الرد التدريجي، لترى أو لتجس نبض الولايات المتحدة في الرد، ولكن هذا أيضا محفوف بالمخاطر، لأن ترامب ربما يفهم هذه الخطة الإيرانية ويقلب الطاولة ويرد مباشرة باستهداف الأهداف التي حددها ب52 هدفا داخل إيران. إذن الأمر معقد جدا، وأيضا لا ننسى أن الميليشيات أصبحت تضغط على القيادة الإيرانية، زعماء الميليشيات مثل حسن نصر الله والحوثيين والميليشيات العراقية قادتهم بالرد، لأن عدم الرد معناه يعني أن إيران تسلم رقاب هؤلاء العملاء للولايات المتحدة. إذن الأمر معقد جدا، وننتظر ماذا ستحمله الأيام المقبلة. أخيرا، finally I would like to thank Trump for assassinating قاسم سليماني, the most vicious criminal individual in the world.
I wish I could vote for Trump in the coming election in the US. Trump becomes a hero in the eyes of many people, or the most people in the Middle East. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.